انا للاسف الوقت بيروح مني، بس لازم اسالك على سامسونج النهارده. سامسونج من اول لمسه جاب جول مع نادي الزمالك، رايك فيه او انطباعك فيه؟ لا، انطباعي ان هو الصفقه هتبقى كويسه، ولاعيب كويس وعنده مهاره وعنده قوه وعنده سرعه. يعني انا عجبني في كره شيكابالا وهو بيرفعها، لقيته قطع الاولانيه دي تحس، عارف انت تشم ريحه الفرو كده، ايه ان هو بيقطع على الاولانيه، فخلاص تحس ان هو لعيب جامد. وبعدين بيستلم كويس وقوي. قوي جدا. قوي. انت النهارده شفت ادى شوشه، اداله كتف خدها وراح مرقص شوشه وراح جايب الكوره جول. كان ممكن يديها لاسامه، ابن اسامه نبيه يحطها. بالظبط كده، يحطها له. راح اشتغل فردي وراح جاب جول. عنده ميزه كمان ان هو بيلعب يمين وشمال. وشمال بالظبط. بنفس القوه.